وللحديث عن نفوذ وهيمنة ميليشيات الحشد على العراق معنا عبر الهاتف من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض لبيد السميضعي. حياكم الله أستاذ لبيد. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. أهلا بك أستاذ لبيد. ما مدى خطورة الميليشيات اليوم على جميع مناحي الحياة في العراق مع وصولها لتكون جزءا من هرم السلطة في العراق برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. التنامي الملحوظ للميليشيات في مفاصل الدولة، في جميع مفاصل الدولة، بالحقيقة يؤشر على تنامي الخطر أو التنامي الخراب الذي حل بالعراق. الميليشيات هي بالحقيقة سبب من أسباب الانتكاسات الأمنية التي تحصل في العراق. الميليشيات هي التي ساهمت بشكل واضح في مسألة إسكات الأصوات المعارضة للحكومة. الميليشيات قامت بأدوار معروفة وما تزال تجري على قدم وساق فيما يتعلق بمسألة تغيير الديموغرافيا المدن، كثير من المدن. الميليشيات هي الضالع الأساسي في مسألة تهريب المخدرات والسلاح من الدول من إيران إلى العراق، وأصبح العراق منتكسا بالحقيقة. مسألة المخدرات أصبحت وباء خطيرا يهدد المجتمع العراقي. يعني قبل يومين قرأنا تقريرا عن أن يوميا 30,000 عراقي يتم معالجته ويدخل في حالة علاج من مسألة المخدرات، وهذه المخدرات أصبحت بالحقيقة تجارة رابحة تعتاش عليها أو تمد نفسها، الميليشيات تمد ذاتها بها. فالمخاطر لا تكفي بالحقيقة أيام وساعات طويلة من أجل تعداد المخاطر التي تعرض لها. لبيد، كما تعلم هناك كان تعهدات للسوداني بكف يد الميليشيات، لماذا لم يوفي السوداني بهذه التعهدات؟ هذه التعهدات بالحقيقة كانت الاستهلاك الإعلامي. يعني هذه كانت التعهدات سمعناها قبيل مجيئه، كان يعمل دعاية لنفسه، يحاول أن يلمع نفسه للناس أو لوسطاء الناس، لأنه السوداني هو جزء لا يتجزأ من المنظومة السياسية التي تمتلك الميليشيات. نحن نعلم بأن الإطار التنسيقي يتكون من أحزاب ميليشياوية، والسوداني ينتمي إلى هذه الأحزاب، وهذه الأحزاب لها الفضل في تصعيد السوداني لكي يترأس هذه الحكومة. فمن المتناقض من التناقض أن يدعي السوداني عداءه أو عزمه على مسألة تقليل دور الميليشيات. الميليشيات لها الفضل الكبير بالحقيقة في تثبيت ركائز الحكومة الحالية، في تثبيت ركائز المنظومة السياسية الحالية، باعتبار لأن المهيمن الأساسي على هذه الحكومة هو البيت الشيعي وأحزاب البيت الشيعي التي ينتمي إليها السوداني. طيب. والميليشيات تعتبر كما هم يقولون ذلك، هو تعتبر هي الصمام الأساسي لحماية هذه الحكومة أو لحماية هذه المنظومة السياسية. على أي أساس وافقت الولايات المتحدة على هذه الصيغة من نفوذ الميليشيات التي باتت كما تحدثنا تتحكم بمصير البلاد بأكملها؟ الولايات المتحدة الأمريكية عندما لا تتحرك بالضد من حالة معينة في أي بلد من البلدان، إذا لم تكن هذه الحالة تشكل تهديدا خطيرا لمصالحها، الميليشيات لا تعد عدوا للولايات المتحدة الأمريكية ولا تشكل أي تهديد لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية. على العكس، يعني إذا الولايات المتحدة تضع سلبيات وإيجابيات الميليشيات في العراق في تضعها في الميزان، فستجد على المدى الاستراتيجي أو بنظرة بعيدة ستجد أن الميليشيات هي بالحقيقة قوة ممكن استخدامها ضد تنامي تنظيم الدولة، لأن أمريكا تنظر إلى العراق بأنه يحتوي على إرهابين، إرهاب متأتي من الميليشيات وإرهاب متأتي من تنظيم الدولة. فإذا أمريكا تضع في مقدمة أولوياتها محاربة الإرهاب المتأتي من تنظيم الدولة،
والميليشيات تعتبر أداة من أدوات ضرب تنظيم الدولة. لذلك وهذا ما جربته بالحقيقة خلال الحرب التي شنتها ضد تنظيم الدولة في عام منذ عام 2014 إلى عام 2017. كان للحشد أو لميليشيات الحشد كان دورا فعالا ميدانيا في ضرب تنظيم الدولة. فالولايات المتحدة تضع في حساباتها هذا المثل، ذلك لا تقوم بعملية جادة من أجل ضرب أو تحجيم أو تقليل. يعني هل تقصد أن الولايات المتحدة لربما الآن تستخدم هذه الميليشيات لتثبيت نفوذها ولضمان مصالحها في المنطقة؟ عفوا، التثبيت لتثبيت نفوذ، يعني الولايات المتحدة تستخدم هذه الميليشيات الآن لضمان مصالح الولايات المتحدة ولحماية هذه المصالح؟ لا لا، الميليشيات أمريكا تعرف كيف تثبت مصالحها وكيف تحمي مصالحها، لكن الميليشيات الولايات المتحدة متأكدة من أن الميليشيات لا تشكل خطرا يذكر على مصالحها في المنطقة وفي العراق خصوصا. حتى الضربات التي تحدث في كل سنة مرة نسمع بأن صاروخا انطلق من مكان ما إلى قرب قاعدة الأسد أو القواعد الأمريكية، في الحقيقة هذا لا يشكل شيئا. وسمعنا أحد المتحدثين قال بأن الميليشيات تخبر بوقت مبكر، تخبر القاعدة الأمريكية بأنها ستضربها ضربة شكلية صورية مجرد للدعاية والإعلام والادعاء بأنها تقوم بالمقاومة الوجود الأمريكي. الميليشيات لا تشكل خطرا على المصالح الأمريكية، وأمريكا لا تستطيع بحاجة لأن تضع بالحسبان. نعم أستاذ لبيد، هل نتوقع من المجتمع الدولي أن يثق بدعوة السوداني للقدوم والاستثمار في بلد تحكمه الميليشيات؟ أكيد لا. عملية الاستثمار بالحقيقة، المستثمرون والشركات الكبيرة متعطشة للاستثمار في العراق، والعراق بالحقيقة ساحة كبيرة للاستثمار، ويمكن لو تحقق عاملان، عامل الأمان وعامل الاستقرار في العراق، يمكن لهذه الشركات أن تتسابق من أجل الاستثمار في هذا البلد وتحويله إلى بلد بالحقيقة بلد كبير في طليعة بلدان الشرق الأوسط والمنطقة وآسيا كلها. لكن الرأس المال وهذه الشركات بالحقيقة حساسة للوضع الأمني الموجود في العراق. توجد ما دامت هناك ميليشيا في هذا البلد، ميليشيا لا يمكن تعدادها وإحصاؤها، تجاوز عددها أكثر من 60-80 ميليشيا. ما دامت هناك ميليشيات في هذا البلد، فمن المستبعد أو من المستحيل أن تحدث عملية استثمار حقيقية من قبل هذه الشركات ومن قبل هؤلاء المستثمرين الذين ينظرون إلى العراق بعين مترقبة إلى متى أن يتغير هذا الوضع كي يدخلوا من أجل أن يستثمروا رؤوس أموالهم. نعم، إذا كنت ضيفا عبر الهاتف من مالمو، عضو التحالف الوطني المعارض لبيد السميدعي، شكرا جزيلا لك.